موجز لأهم الأنباء من قناة طناس، حياكم الله. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني في برنامج استماع الحياة قناة التناصح، قال إن من أمر من رؤساء الكتائب المسلحة ومن نفذ ومن قبض ومن أطلق النار ومن أعان على ذلك فهم سواء في الإثم. مفتي الديار أضاف أن من يعين بتضليل الناس أو الدفاع عن المجرم فهو شريك في الإثم، وموضحا أن المسلم ينبغي له التخلص من كل العصبيات ويكون ولاءه لله وحده. هذا وأشار فضيلة المفتي الديار إلى أن من مات في نصرة الباطل فقد مات ميتة الجاهلية. أفاد المتحدث باسم مستشفى مصرات المركزي أكرم جليوال طناصح الأربعاء بوصول شهيد وعدد من الجرحى من قوات الثوار إلى المشفى إثر الاشتباكات الدائرة في مدينة سرت. جليوال ذكر أن الجرحى والذين تم نقلهم من مستشفى سرت الميداني إصاباتهم خفيفة. وفي موضوع آخر ذكر أن المشفى المركزي مصرات يحصل على مستلزماته من خلال المساعدات في ظل عدم وجود أي دعم من قبل الجهات الحكومية، ومضيفا أن أغلب الحالات التي تم استقبالها في السابق البعض منها غادر والبعض الآخر قد تم تحويله إلى مستشفيات أخرى. قال مصدر من قوات الثوار الأربعاء أن قواتهما تمكنت الثلاثاء من السيطرة على عدة مواقع جديدة في منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت والتي كان يتمركز فيها ما يعرف بتنظيم الدولة. المصدر ذكر أن الدبابات استهدفت عددا من المواقع والتي كان يتمركز بها التنظيم ما أجبرهم على الانسحاب، فيما أكد المصدر أن الاشتباكات لازالت مستمرة بين قوات الثوار وما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الجيزة البحرية آخر معاقله في المدينة. جدد الطيران الأجنبي الموالي لمجرم الحرب حفتر صباح الأربعاء قصفه لمنازل العالقين في منطقة قنفودة، وذلك حسب ما ذكر مركز سرايا الدراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بني غازي. المركز أفاد بأن الطيران شن ما يقارب 8 غارات على المنطقة السكنية، وفيما أسفر القصف والذي استهدف منزل للعمالة الوافدة في المنطقة عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين. في الخبر الأخير، حيث طلب عضو البرلمان المنحل طارق جروشي مفوض الدفاع في حكومة البعثة الأممية المهدي البرغاثي بسرعة تسليم نفسه للقضاء العسكرية داعيا قبيلته للتبرؤ منها. الجروشي وفي تصريح له أكد على أن مجلسه سيضمن للبرغاثي محاكمة عادلة في حال سلم نفسه، ومضيفا أن ما وصفها بالقيادة العامة لم تكن تثق في البرغاثي منذ البداية وكانت تحوم حوله الشكوك دائما حسب ما ذكر. كما أضاف عضو البرلمان طارق جروشي أن المهدي البرغاثي يتحدث بتوجيهات من سفراء وأجهزة استخبارات من عدة دول أجنبية. ختام الموجز، إلى اللقاء.